ساعة الصفر الأمريكية حانت. الولايات المتحدة بدأت بضربات انتقامية في الشرق الأوسط ضد المسلحين المدعومين من إيران في سوريا والعراق. مهمة حاسمة الآن للرئيس جو بايدن، وهو يفكر في الانتقام من مقتل 3 أمريكيين حمل الرئيس الأمريكي إيران مقتلهم. شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أمريكيين بالبيت الأبيض أن بايدن كان في موقف حائر، فمن جهة يريد منع الحرب من التصعيد في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى كان عليه الرد على الهجمات الإيرانية لردع أي هجمات مستقبلية. ومما يزيد الأمور تعقيداً أن بايدن مستعد لإعادة انتخابه، وهو حريص على تجنب أي انطباع بأنه قائد أعلى ضعيف يمكن للخصوم ترهيبه. وفقاً لNBC، ربما تكون هذه هي اللحظة الأكثر أهمية في رئاسة بايدن إذا تمكن من تطبيق مجموعة من الضربات العسكرية التي تعيق الجهود الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة وكذلك تجنب الحرب مع إيران. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤولين وصفهم أن الضربات الأمريكية هي أقوى رد فعل لبايدن حتى الآن على الميليشيات التي شنت أكثر من 150 هجوماً ضد القوات الأمريكية منذ 7 أكتوبر.